اذا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من امام منزل الفنان الكبير مصطفى الدسوكين الذي وافته المنيه قبل قليل باحدى المصحات الخاصه بمدينه الدار البيضاء. كانت واجدوا امام المنزل ديالو او امام باب الاقامه اللي كيقطن بها، واليكم تفاصيل او نبدا عن حياه هذا الفنان الكبير اللي رحل عنا قبل قليل. انتقل الى رحمه الله قبل لحظات بعد صراع مريع مع المغد الكوميدي الرائع مصطفى الدسوكين، الفنان الفكاهي الانيق. ويعتبر مصطفى الدسوكين واحدا من كبار الفنانين الذين اغنوا الساحه الفنيه في المغرب بالعديد من الاعمال الكوميديه اضحكت اجيالا من المغاربه. وولد مصطفى الدسوكين بمدينة الدار البيضاء ورحل عن عمر يناهز 82 سنة. سينتي فينتي وغيرها من اللازمات التي كان يتحفنا بها الدسوكين رحمه الله في أعماله الكوميدية الساخرة، والتي احتفظ بها المشاهد المغربي وعشاق الدسوكين وضحكته المجلجلة المحبة للحياة. فرع الدسوكين في ألوان مانشو والمسرح والسينما والتلفزيون بأدوار متعددة وبروفيلات مختلفة. خفة دمه وروح دعابته العالية مكنته من تقمص أدوار درامية. أيضا فهو الممثل المغربي الوحيد القادر على إضحاك المغاربة وإخراج دموعهم في أدوار درامية قوية. اشتهر أيضا في بداية مسيرته الفنية بأعمال فنية رائعة وقعها مع رفيق دربه شافاه الله مصطفى الزاري. إذا كانت هذه نبذة عن حياة الفنان الراحل مصطفى الدسوكين الذي وافته المنية قبل قليل بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة إلى أسرة الفن أو أسرته الكبيرة بالمغرب، وإلى أسرته الصغيرة أبنائه وبناته. مرة أخرى ما عسانا إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون. ما تنسوش بأن يوم غد غادي يكون لكم موعد مع تفاصيل أكثر لحظة دفن الفنان الراحل مصطفى الدسوكين، فنان أجيال السبعينات الثمانينات التسعينات وبداية الألفينات. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم.